أبو مسلم. سماحة الشيخ حفظك الله، في الوقت الذي تتجه الأفئدة والقلوب والدول إلى هذه الدولة المباركة والقيادة الموفقة كأعظم وحدة وطنية شرعية إسلامية عرفها التاريخ المعاصر وأقوم الدول منهجة وأشدها تمسكا بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، يبرزون للأسف من أبناء جلدتنا من يمجد بعض الأحزاب التي لم تقدم ولا عشر معشار ما قدمته هذه الدولة للإسلام، وفيها من البدع والشركيات والانحرافات، وتعادي عقيدة التوحيد بحجة أن هذا منهج لا يعرف بحجة أن هذا منهج لا يعرف، وهذا هو النهج الوهابي. أقول سماحة الشيخ يأتي ممن ينتسبون لهذا الوطن فيطرح أن الخلافة مفقودة منذ 93 عاما، وأن المرشح لإعادة الخلافة المزعومة هو رئيس دولة لا يخفى على من اطلع على بعض التغريدات، ولا يخفاكم ما يتضمن هذا القول من التشويش على شرعية هذه الدولة وجحد فضائلها، فما رأيكم في من يطلق هذا القول رعاكم الله، وكيف نجيب عن شبهته؟ يا أخي لا تستغرب هذا، المنافقون وجدوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا في المسلمين حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن من أجل أن نحذر من أتباعهم الذين يأتون من بعد، فكل من سار على منهجهم فهو منهم، فلا نستمع إليه ولا نلتفت إلى قوله، ونحن على منهج سليم وليس عندنا شك، مقتنعون مما عندنا ما دام أنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة المباركة مهما قالوا فيها واقعها يشهد لها. أي دولة الآن في الإسلام مثل هذه الدولة منذ قامت على يد الشيخ على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، منذ قامت وهي ولله الحمد على جادة صريحة وعلى قاعدة سليمة ومتوفر فيها الأمن والاستقرار والعلم النافع والعمل الصالح، ترغد في الخير ولله الحمد، يسمونها ما يسمونها وهابية أو غير ذلك واقعها يشهد لها، ولا نلتفت لشبهات المشبهين وتغريدات الضالين كما يسمونها الذين ينعقون في المسلمين، لا تلتفتوا إلى هذه الأمور، انظروا إلى الواقع، لا تسمعوا للأقوال بل انظروا إلى الواقع، انظروا إلى الواقع يدلكم على أن هذا الشيء إما حق وإما باطل.